بل إنه ربما يرتب على عمل صالح يرتب فضل ذلكم الفضل ممنوع شرعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. يعني لو أن إنسانا صام الدهر كله وقام الليل كله، أهذا جائز شرعا؟ لا، لكن هذا لبيان فضل هذا العمل، فقد يرتب على عمل صالح يرتب عليه فضل عمل، ذلكم العمل ليس بمشروع، ليس بمشروع.